صوت فلسطين يقدم من كوثر الحبيب برنامج يومي من إعداد وتقديم يوسف شحاجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحبونك، تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. انظر يا عبد الله، هذا إعجاز إخباري من المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا الأعمار في السابق كانت مديدة من فوق 100 و120 و300 و1000 في الأزمنة السابقة، وستصبح تتناقص حتى يبلغ أعمار الأمم بين 60 و70. هذا إعجاز إخباري في آخر الحديث. ولكن خلق الله سبحانه وتعالى آدم على صورة ماذا؟ على صورة رحمانية، صورة تشريفية، تكريمية، كمالية، جمالية، عظيمة، طوله 60 ذراع آدم عليه السلام، والذراع 70 سنتي، يعني طوله يتحاور بين 42 متر إلى ما يزيد عن ذلك. فانظر يا عبد الله كيف تناقص الخلق اليوم إلى طول 2 متر، ما يقل عن ذلك بكثير. آدم عليه السلام كما يروى في الأحاديث كان أمرد وسيما، يعني أمرد دون شعر، وسيم، وإنما نبتت اللحية لولده بعده، وكان طوالا كثير الشعر، جعدا أجمل البرية. الله أكبر، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هذا إبداع الله سبحانه وتعالى في خلق آدم عليه السلام. ثم شرعة التحية البشر أجمعين، السلام عليكم، فرد السلام عليك ورحمة الله، وفي رواية للمصطفى صلى الله عليه وسلم وبركاته، التي تعطي 30 درجة. في حديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أبشوا السلام بينكم. هذا سلام من بدء الخليقة جاء لكم، والسلام بالدرجات، كل درجة، كل كلمة، كل حرف من ذلك السلام يعطيك مقاما ونظاما لكي تسلم. والسلام باليد لعله مصافحة للقلب وطمأنينة، لذلك شرع السلام باليد. والسلام باللسان فتح للآذان وإصغاء للأفهام، ولذلك طبقة قد سيرت من بداية الخلق لكي يكون الخلق مكرما في العلاقات. فما إن طرحت السلام على أمة إلا أجابوك، وما إن طرحته بيدك عليهم إلا وثقوا العلاقة معك، وما إن كنت معهم مسالما إلا سالموك. فكيف يا ابن آدم وقد شرع الله لك ذلك من بدء الخلق لكي تسير الحياة على أكمل ما أراد الله سبحانه وتعالى بجمال وكمال، وما شرع الله الحرب من بداية الخلق، ولا النزاع، ولا قبح الكلام. لا يقولن قبح الله وجهك، ووجه الله ذلك إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن فإن الله سبحانه وتعالى يتعلل، فإن الله خلق آدم على صورته، ولكن قبح عملك وقبح فعلك، لأن الفعل هو الذي يكون قبيحا، وأما الوجه فقد خلقه الله. لذلك أنت معصوم يا ابن آدم من سلام إلى سلام، فأحسن في ذلك المقام الكلام، وكن مع الله في خير مقام، لعلك تدخل دار السلام. جزاكم الله خير على الاستماع، وبارك الله فيكم.